دولار ورا دولار، ستشاهدون أعزائي المودعين أموالكم تتبخر في حال السير بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء أسعاد الشامي عبر الحكومة. فسنوات طويلة من استدانة الدولة وهدرها للأموال تتكلل اليوم باقتراحا للأخيرة يلقى معارضة شديدة من كبار الاقتصاديين والمصارف وحتى المودعين، والسبب هو التالي: مشروع القانون يلي طرحه هو يهدف بكل بساطة إلى تصفير ديون الدولة، خليها تصير صفر، من خلال شطب ودايع الناس وضرب المصاري. وشو بنعمل؟ إنه بنوزع الخسائر، لأنه إذا بتتذكر بكل المرحلة الماضية ما كنا عم نسمع إلا بتوزيع الخسائر، مش إنه في حدا بده يجرب يعوض الخسائر. إنه في خسائر هي تسببناها بسبب الدولة وسبب الكهرباء وبسبب الصرف وبسبب وبسبب، ما نوزع الخسائر، مش نحن كيف نشوف كيف نعوض الخسائر على المودعين وعلى المصارف وعلى مصرف لبنان وعلى الكل. الإشكالية الأولية بتبلش إنه عندنا نائب رئيس حكومة وما بحكي يعني إجا بالصدفة ومش مصدق يخلص موقعه تيرجع على وظيفته كموظف بصندوق النقد، وبالتالي بموقعه اليوم كنائب رئيس الحكومة عم بيشتغل كموظف بصندوق النقد يحقق أهداف صندوق النقد بعيدا عن المصلحة اللبنانية. في مضمون مشروع القانون شوائب عدة بحسب خبراء اقتصاديين تودي في نهاية المطاف إلى القضاء على القطاع المصرفي ومعه الودائع، منها مثلا الاعتماد على قوانين غير موجودة كالكابيتال كنترول أو ورود بنود مبهمة حول الخسائر على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ونسبة الخسائر المتوقعة على اليوروبوند، أو حتى غياب سعر صرف موحد تقيم على أساسه موجودات القطاع المصرفي. المودع والمصرف هن حكما موجودين بذات الخندق بذات المعركة، لأنه أي مصرف بيعلن إفلاسه كل المودعين فيه بيخسروا كل ودائعهم. واوعى حدا يفكر انه اذا بعنا املاك هذا المصرف ما بنرد 5% من اموال المودعين، وبالتالي مثل كانه اذا انت بدك مني مصاري ما لك مصلحه يصير لي شيء، بتضوي لي شمع. بالعكس ذات الشيء المودع والمصرف علاقتهم علاقه، يعني في علاقه مصلحه مشتركه كرمال المصرف يبقى واقف على اجرين تيقدر يرجع يرد الودائع. يعني هل يعقل انه نحن نتدين 3 مليار دولار من صندوق النقد يلي هودي اذا فتحنا الدوائر العقاريه والنافعه بنحصلهم باول سنه ونحصل اكثر، تنيجي ناخذ هودي ويلي مش اكيد رح ناخذهم بلا دول مانحه كمان، بنيجي نحن مندمر كل شيء، ننهي وديع الناس، مصفر ديون الدوله، مندمر القطاع المصرفي وبنعمل كل هالهمروجي تا بكره يمكن اسعاد الشامي يكون بده يترقى بوظيفه مثلا صندوق النقد. بدس السم بالدسم تلعب الدولة لعبتها لشطب ديونها بالكامل، وكأن الله والقضاء سيعفيان عما مضى.